بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية بعنوان الرفق بالحيوان، وهي أبيات من الشعر لأمير الشعراء أحمد شوقي. أولا التعريف بالشاعر. هو أمير الشعراء أحمد شوقي، ولد بالقاهرة في 16 أكتوبر عام 1870 من الميلاد. درس الحقوق وبعث إلى فرنسا لدراسة الحقوق والآداب. نفي إلى إسبانيا سنة 1915 من الميلاد، وبعد الحرب عاد إلى مصر سنة 1920 من الميلاد. فاتصل بالشعب وصار لسان العروبة والإسلام، وبويع أميرا للشعراء سنة 1927 من الميلاد، وتوفاه الله سنة 1932 من الميلاد. ومن آثاره الشوقيات والأندلسيات وأسواق الذهب، وله 7 مسرحيات. تابعوا معي أبنائي وبناتي أبيات النص مصحوبة بالصور التي توضح معناها. الحيوان خلق له عليك حق، سخره الله لك وللعباد قبلك، حمولة الأثقال ومرضع الأطفال ومطعم الجماعة وخادم الزراعة، من حقه أن يرفق به وألا يرهق، إن كل دعه يسترح وداوه إذا جرح، ولا يجع في دارك أو يضم في جوارك، بهيمة مسكين يشكو فلا يبين، لسانه مقطوع وما له دموع. والآن أبنائي وبناتي نعيد سويا قراءة الأبيات متتالية. يقول الشاعر أحمد شوقي: الحيوان خلق له عليك حق، سخره الله لك وللعباد قبلك، حمولة الأثقال ومرضع الأطفال ومطعم الجماعة وخادم الزراعة، من حقه أن يرفق به وألا يرهق، إن كل دعه يسترح وداوه إذا جرح، ولا يجع في دارك أو يظم في جوارك، بهيمة مسكين يشكو فلا يبين، لسانه مقطوع وما له دموع. والآن أبنائي وبناتي مع شرح تفصيلي لأبيات النص، وسوف يدور شرحنا حول فكرتين أساسيتين في النص. الفكرة الأولى تدور حول الأبيات الأربعة الأولى بعنوان تسخير الحيوان وفوائده. المفردات: سخره أي هيأه وذلله، ومضادها صعبه، للعباد أي للناس، ومفردها عبد، حق واجب وفضل، وجمعها حقوق، حمولة متحمل، الخادم المساعد والمعين، وجمعها الخدام والخدم، الأثقال الأحمال الثقيلة، ومفردها ثقل، مطعم نأخذ منه اللحوم، الجماعة أي الناس. والآن مع شرح الأبيات. يوضح لنا الشاعر كما رأينا في الصور أن الحيوان هو مخلوق من مخلوقات الله التي سخرها الله لنا، والتي يجب أن تكون لها علينا فضل، فالله خلقها لخدمتنا وخدمة من سبقونا. كما يوضح لنا الشاعر فوائد الحيوانات، فهي تحمل الأثقال وتنقلها من مكان لمكان، كما أننا نأخذ منها الألبان واللحوم، وتساعد الفلاح في الزراعة. مظاهر الجمال: الحيوان خلق أسلوب خبري يفيد التقرير وإظهار الحقيقة. له عليك حق أسلوب مؤكد بالقصر بتقديم شبه الجملة له عليك، وفيها تصوير للحيوان كأنه إنسان له حقوق لا بد أن يأخذها. سخره لك وللعباد قبلك حسن تقسيم، يعطي جرسا موسيقيا، حمولة الأثقال ومرضع الأطفال بينهما حسن تقسيم، يعطي جرسا موسيقيا كذلك. واستعمال حمولة صيغة مبالغة تدل على كثرة ما تحمله الحيوانات.
مطعم الجماعة وخادم الزراعة، بينهما حسن تقسيم يعطي جرسا موسيقيا، وتشبيه للحيوان بأنه خادم يساعد في الزراعة، وسر جماله التشخيص. وكذلك تشبيه للحيوان بأنه إنسان يقدم لنا الطعام، بقول الشاعر مطعم الجماعة وسر جماله التشخيص. والبيتين الثالث والرابع تفصيل لما قبلهما. ومن مظاهر الجمال أيضا استعمال اسم الفاعل مرضع ومطعم وخادم من الفعل أرضع وأطعم وخدم، وهو يدل على الثبات والاستمرار. تدور فكرة الأبيات الأخيرة تحت عنوان الرفق بالحيوان لأنه لا يشكو. المفردات: يرفق أي يعامل برفق وباللين، داوه أي عالجه، جوارك بجانبك وعكسها بعيدا عنك، يرهق أي يتعب ومضادها يستريح، دعه أي اتركه، كلا أي تعب ومضادها استراحة، يظم أي يعطش ومضادها يشرب، يجوع أي يحتاج للطعام ومضادها يشبع، يبين أي يوضح، مسكين أي ضعيف ومحتاج، والجمع مساكين، يشكو أي يتألم. بهيمة كل ذات أربع ما عدا السباع، أي حيوان لا يفهم، وجمعها بهائم، لسانه مقطوع أي لا يستطيع الكلام، ومضادها فصيح، وجمع لسان ألسن وألسنة. ما له دموع أي لا يستطيع البكاء ليظهر الألم، ومفرد دموع دمعة. والآن مع شرح الأبيات. يوضح لنا الشاعر في هذه الأبيات أنه لا بد من معاملة الحيوان بالرفق واللين، فهذا حق من حقوقه لأنه مخلوق مثلنا، وألا يعامله صاحبه معاملة سيئة فيتعبه من كثرة العمل، بل يجب أن يدعه يستريح وأن يداويه إذا جرح، وألا يتركه جائعا ولا عطشانا. ويوضح لنا الشاعر أن الحيوان كائن ضعيف ليس له عقل، فهو يشعر بالألم ولكنه لا يستطيع التعبير عن ذلك لأنه لا يتكلم وليس له دموع تبكي فلا يظهر الألم. مظاهر الجمال في الأبيات: إن كلا دعه يسترح أسلوب شرط يؤكد ضرورة راحة الحيوان إذا تعب. وفي استخدام الشاعر لكلمة كلا ويسترح وكذلك داويه وجرح تضاد يبرز المعنى ويوضحه. داوه أسلوب إنشائي نوعه أمر غرضه الحث والرجاء. لا يجوع في دارك أسلوب نهي غرضه النصح والإرشاد، استخدم أداة النهي لا الناهية. في قول الشاعر بهيمة مسكين تشبيه للحيوان بشخص ضعيف مسكين يحتاج مساعدة لضعفه. يشكو فلا يبين تشبيه للحيوان في ألمه وكأنه شخص مريض ويكتم ألمه، وفيها دليل على عجزه. فلا يبين نتيجة لما قبلها. لسانه مقطوع تعبير يدل على عدم قدرة الحيوان على النطق كإنسان لسانه مقطوع. ما له دموع أسلوب نفي يوضح عدم قدرة الحيوان على التعبير عن آلامه. والآن أبنائي وبناتي مع تدريبات على الدرس أترك لكم الإجابة عليها، والتواصل معنا على موقعنا موقع نفهم نتعلم ببساطة. السؤال الأول: هات من الأبيات مرادف هيئه وذلله ومضاد واجب. السؤال التالي: ما الجمال في البيت الأول؟ السؤال الثالث: هات من الأبيات كلمتين متضادتين. السؤال الرابع: ما مفرد الأثقال وجمع خادم؟ السؤال الخامس: ما المهام التي يؤديها الحيوان؟ السؤال السادس: أكمل بين حمولة الأثقال ومرضع الأطفال نقط وأثره نقط الأذن ويمتعها. السؤال السابع: ما الجمال في مرضع الأطفال؟ السؤال الثامن: هات من الأبيات مضاد يرضى ويرتوي ومرادف يتعب وعالجه. السؤال التاسع: يرفق ويرهق، ما الجمال في هذا التعبير؟
السؤال العاشر: ما علاقة بهيمة مسكين بما بعده؟ إلى هنا أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الأول إعدادي، نكون قد انتهينا من عرض درسنا اليوم، نرجو لكم الإفادة ونترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.